أهلا وسهلا بكم في متحف يامتلي في مدينة أوسترسوند بالسويد. هذا هو مبنى المتحف التاريخي والمسلي في الوقت نفسه لفئات وأعمار معينة. هذه إطلالة المتحف من الجهة الأمامية، ناشونال ميوزيوم نور. هذا مدخل المتحف من الأمام، وهذا بالنسبة للريسبشن. بالكومن بالسويدي. بالنسبة للدخول، تذكرة الدخول الكبير 250 كورونا سويدية، وهذه هي التكت. وبالنسبة للأطفال أو الشباب من تحت 18 سنة مجانا. ومن ها هنا تبدأ رحلة الدخول إلى هذا المتحف يامتلي، كيف يحكي حياة السويديين وبيئاتهم المختلفة. وهذا نموذج للمصارف عندهم قديما كيف كانت. جانب من الألعاب التي كانت تقدم للجماهير. هذا السكر فادو. هاي لاحظوا الملابس القديمة التي كان يلبسها أولئك. هذه نماذج من الألعاب القديمة التي كانت تقدم. وهذا محل الألعاب. أرجوحات خاصة بالأطفال قد أخذت النمط القديم للألعاب في القرن السابق، القرن العشرين. المشكلة التي تواجهنا هي وجود الكلمات السويدية التي لا نفهمها مطلقا. هذا نمط للبيوت والقرى الصغيرة التي كانت بها الخيول والأبقار واسطبلاتها المتعددة. هذا شكل البيوت من الداخل.
مثلا في أسرة النوم. هذه يبدو أنها غرف الأطفال. هاي هذا الموقد، أنماط الحياة الاجتماعية في مجتمع السويد. غرفة الملابس في هذا المستشفى. حلب الأبقار هذه المنجرة القديمة وكيف كانت، وهذه اسطبلات الحيوانات وأشكالها.